توقفنا الأسبوع الماضي عند مشكل كيفية الحصول على راديفون لتفعيل سرعة تجفيف الإسمنت الذي لم نجد لحد الساعة من يقوم بتقديمها أو جلبها للفريق. بما أن الفريق سيقوم ببناء طابقين تبقى الحاجة للمواد كثيرة وكثيرة جدا، خاصة وأن كل ما يجب إحضاره سيكون ضعف الكمية المعتادة أو المطلوبة لحد الساعة. لكن الحمد لله لحد الساعة لم نجد إحراجا سواء بالضعف أو دون ذلك. مجيد، تلاقيت معك واحد الخطرة وقلت لك شما خصك في الحصة ليزاد جيفون تاع البيتون، عيط لي. أهلا وسهلا يا اخي العزيز، راني في درع بن خدار، انا نعاونو في واحد العائله. تلاقينا راك تعرف لي ميشون تاعنا يا اخي، في سمانه نكملو الدار لازم نكوليو الدار ولازم نديكوفريو لو بلوتو بوسيبل. ما عندناش انا جيفون. سهلا مالا، عندنا جيفون اللي لازم نديكوفري 24 ساعه. ما شاء الله عليك مجيد يا اخي، راني جاي بدرع بن خدار ديريكتومون عندك. اهلا وسهلا. شكرا حبيبي، شكرا، الله يسترك. راه واجد البومبا، كلش واجد ليها، باش شعبك اكسيليراتور هذا يبدا يجي يفرغ ديرك. كما ذكرنا من قبل مغامرة ميرابو، المشكلات لن تستغرق طويلا، ليس بفضل ناس تيزي وزو فقط بل حتى من الولايات الأخرى، وهذا ما يفسر تلاحم الجزائريين مع بعض. بعد وصول مادة توضع خصيصا لتجفيف الإسمنت في مدة 24 ساعة عوض أيام وأيام، وهذه المادة تعتبر من الأمور الذي يعتمد عليها الفريق في ورشاته، خاصة الورشات الكبرى، وهذا لربح الوقت والتقدم أكثر في الأشغال وربح اليد العاملة التي تستطيع تكريس وقتها وجهدها للأيام فقط، لكن لأسابيع فهذا أمر مستحيل نظرا لانشغالات البعض في حياتهم اليومية، وكذلك إكمال المنزل في مدة قصيرة يعتبر من أهداف الفريق منذ بداية أول مغامرة قمنا بها. الفريق يواصل عملية وضع الإسمنت بعد توفير كل المواد اللازمة، وهذا الكبش سيكون ضحية تعب الفريق في آخر اليوم ليواصل الشبان عملهم الكبير والكبير جدا، مع العلم أن هؤلاء الأبطال سيقومون بوضع طابقين، وهذا ليس بالأمر السهل رغم توفر كل المواد والآلات لإنجاح العملية، لكن إرادة وقوة ناس درع بن خد كان لها دور أكبر من الآلة، فألف تحية لهم ولكل من ساهم في العملية. يوم جديد، وبعد الانتهاء من أكبر عملية بالورشة الفريق يقوم بأخذ العائلة لأخذ قسطا من الراحة وإبعادهم عن الضغط بعض الشيء، وهذا بأخذهم لقضاء عطلة طيلة فترة إنشاء المنزل الذي يعرف عملا سيستغرق لأيام نظرا للعمل الكبير الذي قام به الفريق من الأساس إلى ثاني طبق يتم تجهيزه في هذه الساعات. مبادرات مثل هذه تزيد من تفرغ الفريق في العمل، وفقط بعد ضمان مكان راحة للعائلة. فهنا نستنتج أن العمل التطوعي لا يقتصر على عمل واحد، فكل من يساهم في مساعدة الفريق بالإيواء أو بالإطعام وبالتفسح للعائلات يكون قد ساهم بشكل كبير في مساعدة الفريق، مع تمنياتنا للعائلة بقضاء أيام مريحة تنسيهم بعض الشيء. الأيام تتوالى وتتعاقب، ومغامرة درع بن خدة لا تزال صامدة رغم العمل الكبير الذي رأيناه في مختلف المراحل الأولى من العمل، وبعد وضع طابقين من الإسمنت الورشة لا يزال العمل المتواصل بها سواء باليد أو بالآيات التي تهيئ الأرضية الخارجية لمداخل البيت في انتظار ماذا سيوضع عند مدخل البيت. وصول فريق بياترز لوضع الأسس الأولى، وقبل ذلك أخذ القياسات اللازمة حتى يكون التركيب متقنا ومتساويا مع بعض، وبدخول البلاكيست ننذر ببداية المرحلة الثانية من العمل. ما شاء الله عليك خويا، ما شاء الله، والله غير عندك كلش خويا، والله غير كلش. هاي لك tu vas trouver ton bonheur à l'ort. بيان سور، هاي ديرك خيرتني نيونسي ديرك. نروح نريح انايا ونخير. عندك الفينيل؟ ما عندكش الفينيل؟ كاين يكون ان شاء الله الفينيل. زدنا شويه فينيل بيان سور، فين اولوندي؟ ان شاء
فيني مونجوي لي بريباراسيون تاع لي كولور. ضمان مواد الدهن مبكرا امر جيد للتحضير الحسن لما يناسب من اذواق العائله في هذا المجال. وصول فريق سونالغاز في الوقت المناسب لتوصيل الكهرباء إلى الورشة تمكن رياض تازنبيت ورفاقه من بدء عملية تركيب أسلاك الكهرباء وإنارة الورشة في نفس الوقت، ليتمكن الفريق من العمل حتى الليل وفي آن واحد التركيب الكلي للأسلاك الكهربائية للمنزل بطريقة عهدناها من رياض وهي الإتقان الاحترافية، عنوان فريق تازنبيت. دعتونا جمعت أوبيما أسلام جروب حسناوي، قالوا لنا كاش ما يخصكم في تيزي وزو كاع واش يخص أوبيما، راهم هنا جمعت ياسين. شكون ياسين وشكون حمزة؟ أنا ياسين. أنت ياسين وحكيم بلوتو. راح يخصنا سيمونكون، راح يخصنا سيمونكون اللي يلصق فوق البلاكو، تسمى لافايونس اللي يلصق فوق البلاكو، وسورتو سورتو 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 المونوكوش تاع لافاساد والبيطون امبريمي. ما بيطون امبريمي ناخذهم لكم. انت تجي تخدم؟ انا نجي نخدم. الله يبقي يستر. هاي الهضره، هاي الهضره، هاي الهضره. سلسلة من التعاون كانت في ولاية تيزي وزو هي من سمحت لنا بالتقدم بشكل رهيب في الأشغال، لتبقى مهمتين كبيرتين وينتهي الأمر فيما يخص الإسمنت المسلح، السطح وساحة المنزل. وبعد ساعات من الجهد والعمل تمت المهمة الأولى، لتتبعها وضع الإسمنت المحضر بالساحة التي أرهقت الفريق كثيرا وكثيرا نظرا للعمل الكبير الذي ما زال بالورشة. السلام ورحمة الله وبركاته. والله كيما قلنا لك غادي نجي مع نعيم. نجي معنا لي دو دي ديكوراتيس باش يحضروني مبل. ماشي ماذا بك تهلا فيهم. ماشي مشكل. مرحبا بكم. حنا قالوا لنا تروحوا يتهلاو فيكم بزاف. دونك جيسبيغ سي لو كا. ماكاش مشكل. داركم. مع السلامة. مرحبا بك. فتح في خرجة أخرى لجلب الأثاث للمنزل، لكن هذه المرة الكمية كبيرة، فطبقين يتطلب أثاث مضاعف مقارنة بالمرات السابقة، وهذا ما يشكل عائقا، لكن بوجود رجال تيزي وزو لا عائق ولا هم يحزنون. أخوة كبيرة داخل الورشة، تضامن كبير بين أفراد الفريق، هذا ما جعل فترة تواجدنا أن تكون فترة كافية لأن تصبح مغامرة اليد في اليد مغامرة العائلة الواحدة، فالكل يقف بجانب الآخر، ليس فقط ما يخص ورشة اليد في اليد. فألف تحية لهؤلاء الأبطال. واحد شرى طوموبيل حب يخدم تاكسيور، يجري يجري خدمك وقت باش يخدم تاكسيور هوكارا. جاء واحد خويا تدين التيزي وزوي شحال؟ قالوا 200 دينار. شنو قالوا؟ يلا واحد 200 متر. قالوا خويا قاري مازال ما لحقنا التيزي وزو، لحق البو خلف. قالوا قلت لك قاري هاك 20000 تاعك. صحي زاد عود ولا قاره. جاء واحد اخر كيف كيف 200 متر قاري هاك دراهمك. منطق البروبليم شنو؟ رجليه يفوحوا يفوحوا سيريوزمان. شتاك لا بوبا تاع واد السمر كثر تروازيام دوغري. معليش كيفاش يدير؟ من نهار جاب طوموبيل بروبليم تاع رجلو دور وما دخلهاش غير بروبليم على راح للطبيب. كي لحق لتمايا انا عام قال له يا ودي عندي بروبليم. واش بروبليم؟ قال له انا طاكسيور وبروبليم رجليه يفوحوا الكليون يطلع يهبط 200 ماكسيموم 200 متر. يقول لي هنا خرج له الدواء الاولاني دوزيام رونديفو عاود يولي الدواء اللي كاين كيف كيف توجور المام بروبليم فوحه راهي تزيد. ايوا معليش. قالوا شوف خويا تستنى يخرج الدواء جديد ولا كاين واحد كاين ان سوليسيون. واش من لا سوليسيون؟ قالوا تخدم في الليل. كيفاش نخدم في الليل؟ قالوا يجيك واحد سكران بلوك وين على بال. ايوا خلاص قرا في الليل. جا واحد السلام عليكم
ديري العزيب عيط اخو الله صايب صلاة الزكاة حج علي من استطاع سبيلا الدين تاعي كوبل تسمح لي قالوا ما فيش مشكل اش حال يا اخو قالوا طروصهم بات بروبليم درهم كاين ما كان يعيه لا غالب هايا ديمار هذاك سكان مرة يسقسي خويا باش سقسيك واش الطوموبيل هذي عندك طروصهم ساك الله يبارك يا تجبده مع الريح مع البحر يا ربك عيني قاعد يدمعوا يا الله يبارك اسمح لي يا اخو بليز مكيش شو معليش يا اخو شحال شريتها 35 ميلو الله يبارك على بيها تجب على بيها بور لا ديرنا كيس اسمح لي شحال من يشوفوا لي عندها ست شوف شكيت مثلك وحده شو يكون مثلك كاولكم بلي ناس ما يرغبوا دار قاص وي كاولكم بلي يا رب الله يحكي ولا بلي قلبوها بياك قلبو شنو هو قالك شنو هو هذوك خلع صايب بكري حنا كنا نشوفوا فيهم دوك هما ولاو يديروا يتزرو فينا يا اخو بارك الله فيما تنصح دوك نقول لك دوك نقول لك واش هو كاين وانت رجع لي بالخبر محمد ماذا يا محمد يا محمد يا محمد يا مدام دهبية واش رانا دايرين فيكم واش رانا دايرين فيكم واش رانا دايرين فيكم الدار والله ما على بالي كيفاش راح تخلص وكيفاش درناها شوف راح تكون مفاجأة بصح المفاجأة الكبيرة انه هاد الناس اللي راهم ورايا هادو احبابكم فاميلتكم جيرانكم ناس ما يعرفوكمش كاع راهم هنايا وكاع راهم يحيوا فيكم شوفوا هذا سريع الالتهاب هاوليك هاوم لي زيليكتريسيان هادوما تاع زومبايد هاو راشد مبو مليار هاوليك هاو الحاج هاوم لك الجيران هذا شكون هذا هادو قاعيتك هادو قاع هاد الانسان الطيب هذا والله ما قعد والله ما قعد غير توت لا جورني وخدام زيد شكون ثاني هاوم لك حبابنا من اللور ورا رضوان بلاكيست ورا رضوان بلاكيست ورا ادريس هاوليدي هادي هي لومبيونس تاع الشونطي هادي هي لومبيونس تاع درع بن خده هادي هي لومبيونس تاع هاد الحومه ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم خليوها لكم مفاجاه ما زيد نزيدو نبعث لكم وحده شويه ها جيكو تاني ها عاملك لي كيف تاع اليد في اليد نتلاقاو المره الجايه هيا تربح ان شاء الله يا رب فوالا هادو هما الناس اللي وقفوا اللي عطاو الصحه هادوما كاين اللي يعرفوكم وكاين اللي ما يعرفوكمش كان سمعوا جاو التحف والألوان بدأت تظهر جليا بالورشة وبدأنا ندخل في المرحلة ما قبل الأخيرة والمتمثلة في الدهن والتركيب مالك عندك هاد الفصادة وعندك هاد الفصادة وعندك هاد الفصادة تقول لي على هاد الفصادة نقول لك يا ولدي يدخل المال داخل والبرودوي سي إلي إيطونش راك شايف امبيرميال سامحني ماشي إيطونش امبيرميال دونك باش ما يدخلهمش المال شوف هاد الحيط اللي منا راهو مشمخ كاع باه هنا قدر نخدمو بصح عندنا بروبليم ثاني 17 او هنا الشافوطه جبناه باه نركبوه هي جاي لي مليح قرمود ما قدرش الفار يجي ما ديروش فوق القرمود كيف دير له مالا كيما هنايا تقول نحيوا ها القرمود تقول نحيوا دروح اخرى نحيوا غير القرمود ديك لا لينا ما كاينش كسروك يكسرون حدو لينا دوك اللي نحيوا القرمود من الفوق ين فوق يتبلاصي كنعاودو نردو القرمود ديك حضور مالك أراح الفريق كثيرا خاصة وأنه سيقوم بتغطية الجهة الميتة من المنزل لتفادي تسرب المياه بالداخل وكذلك تغطية باقي واجهات المنزل والمتمثلة في ثلاث واجهات فقوة مالك في مجاله يجعلنا نطمئن من هذا الجانب شفا
السلام عليكم. واش خويا؟ بغينا نديروا لك تهنئه. ما شاء الله عليكم. قدام لك الشفاله الجزائريه الى السيد نعيم سلطان جمعيه اليد في اليد، يتقدم فوج الاتحاد درع بن خدا بتهنئه جمعيه اليد في اليد، ونتمنى من الله عز وجل كل التوفيق في هذه المبادرات الخيريه، والله لا يضيع اجر المحسنين. كل الشكر والتقدير. تحيه كشفيه. تحيه كشفيه. بارك الله فيكم. الله يبارك عليكم. الله يبارك. الله يبارك. هذا نعلقوا في البيرو ديالي خويا ان شاء الله. الموعد مع الديكور بدأ يطرق أبوابه، خاصة بوصول مواد الدهن والألوان بدأت تظهر في المنزل، وبهذا نستطيع القول أننا وصلنا لآخر مرحلة والمتمثلة في النهايات، وبهذه الرسومات الجميلة سيكون للمنزل منظرا آخر عكس ما كان عليه في السابق. او نعيم حبيبي، مشكل عزيز تبوك تبوني. اسمع، مين داك مين داك نجيبو هكذا لي زارتيست؟ نعطو لهم فاس وحاجه صغيره. انت مديت له ديريكت هذا قال لي بيدون تاع الاخر، قال لي روح عمر السيمان. مي سي تان بليزير حبيبي، سي بليزير. نحاول نقرب. زعما نحاول نقرب. قال لك ما تكيفش لك. معليش معليش، سي فو لاس. هذه الدار، هذه الدار، هذه من نعت تجين فيها والله. شو سبيطاري. ايه مرحبا مرحبا خويا، حقك حقك خويا حقك. ربي يخليك حبيبي. حضور حسين إلى المنزل أسعد الفريق وأضاف جوا رائعا، كما تشرفنا بحضوره ليكمل ويؤكد تضامن الفنانين مع الفريق في كل الخرجات وفي كل الولايات. ليتواصل التدفق لكن هذه المرة مع المواد النهائية بمطبخ جميل مثل هذا، نكون قد أزحنا أكبر عملية في المرحلة الأخيرة، وهي تركيب المطبخ والذي كان كبيرا نظرا للمساحة المخصصة له، وهذا حسب مخطط لامي التي لم ترحم صاحب المطبخ. فألف شكر لكل من ساهم في هذا العمل. يا جماعة والله العظيم نحكيكم هذه الحكاية، عمي راه بحرك هنا والله يا جماعة. كنتوا تسمعوا فيها واش راح نقولكم، هادي توحد ربي. كنا نديرو الضاله الاولانيه والله 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 رسول هادي والله والله نديرو الضاله الاولانيه. رشيد شفا قاعد الفوق هكذا، مازال ما درناش ضاله، قاعد الفوق غصت واحد 10 سكوند هكذاك غصت. نخمم على الكوزينه شكون يمدها لي، ما عنديش. يصوني تليفون نيميرو ما نعرفوش. الو السلام عليكم. سلام، يقول لي انت هو نعيم؟ قلت له اه. قال لي خويا انا نخدم كوزينات في درايكش، ما تسحق كوزينه. ما شاء الله. يا اله يا اله، وحد ربي لا اله الا الله محمد رسول الله. والله يا سمير والله والله غير كيما راني نقول لك، كاش ما خصك كوزينه راني هنا. الحمد لله يا رب. بعد المطبخ الذي تم تركيبه في سرعة قصوى، الأبواب تركب أيضا بنفس السرعة، ليليها الرخام ليصبح المطبخ أكثر جاهزية. حسين الفنان لم يتوانى في المساعدة وقام بجلب ما كان ينقص الفريق في الحمام، وبهذا يمكن القول أننا وفقنا لحد بعيد بفضل ناس تيزي وزو. ومالك يواصل إبداعه بالداخل بعد إنهائه للواجهة بنجاح. لي بدر الله يبارك عليكم الله يبارك عليكم الله يبارك عليكم. كاين شوف كاين جماعة الدلس أحمد. شحال من بدر هنا؟ هنا سبعة. الله أكبر الله أكبر. مع العلم أنه أحمد يقري استاذ في التكوين المهني تاع الصبيغه، معناتها عندكم سبعه تاع الصباغين والمعلم ديالهم.
جانا السيد من جيجل، والله غير جا من جيجل لهنايا. هاد الانسان طيب تاني، هاد الانسان طيب، شاف المنشور في فيسبوك قال لك انا ينجي لهنايا. شكون تاني؟ جماعة الدلس وراهو جماعة هذا. انت منين؟ ميرابو حبيبنا، ميرابو وراهو البيلون دا كاتا دلس هاملك، هذا تاني المسخين كاتا ميرابو. هادو احبابنا تاع البي في سي. وانت منين ميرابو؟ وانت منين ميرابو؟ بغلية دلس قدامكم. دلس 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 تورقة. وين جاي؟ حبس ديريكت بين بغلية ودلس. بين بغلية ودلس. دلس هذا موسخ معكم. عفير. ها؟ عفير. عفير يا وليدي، عفير عفير خويا. بعد عفير جمعت. عمي حسن وش راهو؟ مليح مليح عمي حسن. درنا حصة من المقطوعين خويا. وانت منين؟ خوتي بارك الله فيكم. زوج ربعة ستة ثمانية عشرة 12 14 16 من أول مرة، أول مرة في تاريخ الحصة يكونوا 16 انفانتر. الله يبارك عليكم، الله يبارك عليكم، الله يبارك عليكم. شوف فقط الشيخ انت هو الأستاذ، معناتها شوف عندك دلس، عندك جيجل، عندك عفير، عندك ميرابو، انت تجيريهم. انت تجيريهم. داكور دونك يرحم والديكم. هذا هو النهار الاخراني، كملوا الناس بيا. ماشي مشكل، كملوا. ما رانيش حاب نقول لكم روحوا منا. يروحوا يا خوتي، يروحوا، خلونا نكملوا. يروحوا منا. هكذا اللي جان، هكذا اللي جان، هكذا اللي جان. وجهة أخرى ونعيم يسابق الزمن من أجل ضمان كل المواد اللازم. باتوني عندك مديرك شو تعبان؟ مرحبا بكم. الله لي ستع لي برودوي تاعنا. رانا هنا في درع بن خدا. داكو. دونك لحقنا المرحلة تاع الديكوراسيون برونت. احنا كيما العادة، احنا برونت. اون يلا نرافقكم دايم يد في اليد هكذا. احنا نعاون مع هذه العائلة، انا واش نستطع كاع لي برودوي تاعنا. ربي يبارك عليكم ان شاء الله. هاي ليك لا ليست خويا. بسم الله. هكذا شوف كاع واش تقدروا تديروا لنا وليفريوهم لنا. ماشي مشكل، في دوميسيل حتى للدار. حبيبي في دوميسيل حتى للدار عندنا في كاين ديليفريزون، ماشي كاع مشكل. لاميا تواصل مهمتها هي الاخرى وتولت القياده في مجال الديكور بعد غياب فاتح في المرحله الاخيره. تركيب العلب والأغطية الكهربائية كآخر عمليات فريق تازومبي. تكسر يا وليدي، انت شكون اسمك؟ رضوان. رضوان وانت؟ اسلام. انت ما عارفك اسلام، خدمت معنا ديجا؟ لا لا. وانت؟ عماد. عماد هذا خدم معنا؟ انت ما خدمش معنا؟ خدمت. واش من جهه خدمت انت؟ شيفالو. خدمت في شيفالو؟ خدمت رحت للكويره ثاني. الله 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 الله، انت ثاني خدمت في شيفالو؟ انت يا مات شيفالو مليحه. يا مات الفور. يا مات الفور يا وليدي. خميستي هذه عقلتها، هذه الفوق. راك شايف هذه اللي فيها جوج مترات وكذا. كاين كات بورتفونات، كاين اربعة بورتفونات الحاج. اربعة كات بورتفونات وراهم زوج الفوق. زوج الفوق. وي زوج الفوق وزوج تاع اللي خرجوك لهنا. وعندك هادية وبس. اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يليه وضع النوافذ والأبواب ليصبح البيت مغطى بالكامل. الله يسلمك. المبل سي بون جبناه، البروبليم سي ريغلي. هاني نشوف كورتاج كبير. واش قلت لهم؟ قلنا جبنا العروسه.
وصول الأثاث إلى المنزل أراح الجميع ليتمكن الفريق من تركيبه، لكن قبل هذا حضور فرقة من بنات ذراع بن خد الذي كان لهم دورا كبيرا في التنظيف ومساعدة لاميا في وضع الديكور. قرابة شهر من العمل اكتشفنا خلالها من أي معدن نشأ منه سكان ذراع بن خد وناس تيزي وز وكل من ساهم في هذه الملحمة. تضامن من كل الجوانب ومن كل الفئات، كبارا وصغارا، نساء ورجالا، والأجمل من كل هذا بناء منزل من الأساس بنفس القوة وبنفس العزيمة وبنفس الروح الطيبة التي كانت نتيجتها بيت جميل. كان رجال ونساء ذراع بن خد أبطالا بحق، ولكم أن تفتخروا بقوتكم بتضامنكم وبروحكم الطيبة والمرحة. فألف شكر وعرفان لكم ولكل من وضع يده في هذه المغامرة. الابتلاء من عند الله سبحانه وربي ابتلاكم، لكن تمنيت لكم تمنيت أنا تاني تمنيت أنه رزقي يكون معنا، لكن ما حاولنا تكرارا حاولنا مرارا أنه يكون معنا، الله غالب ما قدرناش نكملوا هذه الفرحة، لكن الفرحة راح تدوم، الفرحة راح تدوم إن شاء الله بإذن الله تعالى، الفرحة راح تدوم، ولدكم يخرج بإذن الله تعالى وراح يعني كما يقولوا الفرحة ما تكملش. حقيقة راني معاك محمد، راني معاك مدام، راني معاك ما تكملش. أنا تاني على جال وليدك جيت لهنا يا مدام، على جال وليدك جيت لهنا مدام، ان شاء الله باذن الله تمنيت انا الدار باش يكون وليدي معايا. كيفاش ندخل الدار ما كاش وليدي معايا؟ مدام خلونا نفرحوا بهذه الدار والغايب في حكم الله، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ديروا ثقه في ربي، ديروا ثقه في ربي، ديروا ثقه في ربي. وليدك ما جاش اليوم يجي غدوه، ديروا ثقه في ربي، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. 3-2-1 حلوا. الله يبارك. انا والله ملك تبلي ربي انا غالطين. لا داركم خويا العز، دعوة داري، داركم الله يبارك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ربي سبحانه ما يغلق الباب حتى يفتح شرع. هذه هي ربي سبحانه ما يغلق. صح داني بناتي اني محروق عليهم، صح عودني في كل شيء، عودني في كل شيء، عودني في كل شيء. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله. عبدك ما زال ما امنش، ما زال ما امنش خويا ناعم. هذه هي الدار، هذه هي دارك. يعطيك الصحة خويا ناعم، يعطيك الصحة. سلم على راسك. لا والله والو، والله والو، يعطيك الصحة خويا ناعم، يعطيك الصحة. بك انا هنايا بك بك ناعم، بك يعطيك الصحة خويا ناعم. هذه الدار تحكي حكاية وحكاية. عبالك كيف رجع ربي سبحانه؟ أفرج ربي مدام أفرج ربي، أفرج ربي. خلونا من دموع تاع الحزن، خلونا من دموع تاع الحزن، خلونا من دموع تاع الحزن. شو ما يكون رزقي معنا يا ربي؟ رزقي راح يكون معكم إن شاء الله. هذاك واش تمنيت؟ هذاك واش بقى؟ رزقي راح يكون معكم بإذن الله. رزقي ماشي اليوم غدوة، رزقي ماشي اليوم غدوة إن شاء الله يا ربي. رزقي يلعب هنا بالفيلو تاعو إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، ربي يرزقني مالغري ما تبينا تعطاني حاجة. هاني أنسان. الله يبارك الله يبارك. صح
الله يبارك يبا نقول حاجة مدام ربي ما يغلق باب حتى على 10 اقسم بالله غير درنا لك بيت تعبيبي والله غير درنا لكم فولنا لكم ودرنا لكم بيت تعبيبي ما عطاه ربي سبحانه الله يبارك اين بون نوفال ها مدام خلونا نفرحوا مالا خلونا ناكلوا الطمينه ان شاء الله يا ربي خليها طيبي علينا ايا روحوا ندخلوا ايا ندخلوا نشوفوا وين راح طيبينا طمينا بسم الله عتبه مربوحه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نربحوا عليها ان شاء الله عتبه مربوحه الله يبارك الله يبارك انت اللي يظهر ان شاء الله بسمينا ما نمشي عليك ما سنيتهاش والله يا صديقي العزيز والله وتشوف شحال من واحد جا لهنا شحال من واحد عاوننا في هذا الدار بارك الله بارك الله فيكم كاع يعطيكم الصحة كاع الجزائريين باش داروا الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي اللي عطتني كاع هاد النعمة يا ربي الحمد لله يا ربي اللي عطتني هاد النعمة يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي اللي عطتني كاع هاد النعمة الحمد لله اللي عطاك هاد الابتلاء ثاني الحمد لله قل ما أصابكم إلا ما كتب الله لكم كل حاجة الحمد لله كل حاجة الحمد لله هذه القناعة هذه مرحبا بها الحمد لله هذه القناعة ونشكره ما ينحيك منا يعطيك منا مدام نحالك منا عطاك منا تمنيت لك كانوا البنات معايا يكونوا لو كان ما نجهلوش مدام بالك لو كان خلينا من خلينا من لو كان كانوا بنات بالك ما تجيناش مدام والله صح وماشي صح هكذا هيا نوضي مدام الله يعطيك الله يعطيك ما تمنى نوضي مدام ان شاء الله نوضي طيبين طمينا هنا ان شاء الله يا ربي ناس تاع خير شوف نحكي لك هذه نعاودها ونعاودها ونكررها قاستني عفسه كنا قاعدين فوق ضاله انا الفوق ضاله الاولانيه وغصت كنت نخمم شكون يمد لي كوزينه ما عنديش 5 سكوند 10 سكوند ابري يصوني التليفون ما نعرفوش السلام عليكم سلام قال لي خويا انت نعيم قال لي انا سمير عندي حانوت تاع كوزينه في دراريه اذا خصك كوزينه الحمد لله يا ربي الحمد لله هذا الانسان اللي بعثو ربي دون لا سكوند كي سوي دون لا سكوند هذه الثانيه
مدراريه مدراريه قايمين كاش ما خصها ديك الكوزينه راني هنا يعطي الصحة. وانا كنت نخمم على الكوزينة. شوف هاد التحفة. شوف هاد التحفة. الله يبارك. شوف هاد التحفة. الله يبارك. ما شاء الله. جماعة الكرواسون روج الجيران جابوا لكم مم. هادو هما الكرواسون روج الهلال الأحمر الجزائري تاع درع بن خلدة. الله يبارك. يعطيهم الصحة. يا الناس اللي تدخلوا معنا يعطيهم الصحة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هادو هما سمعوا النداء تاعكم. الله يبارك يعطيهم الصحة يعطيهم كاع الصحة مازال مازال وقفوا معاكم بزاف ناس مازال يا شعب الحياتي إن شاء الله الناس اللي بيها تفرحوا إن شاء الله يعطيهم الصحة هما اللي جاوا هادو كيما خواتاتي هادي كيما الله يبارك شبر هاك من هاد الدار تحكي حكاية كل شبر يحكي حكاية هذا الانسان الطيب كادر جا بنيني خدمنا هذه التحفه تاني الله يبارك الله يعطي الصحه بنيني الله يبارك هذا الانسان طيب يعطي الصحه هذا تاع الالكتريسيتي وما ادراك شوف يا اله رياض تاع زنبيط 19 عنده 19 خصوصيتي تاعو جابهم قال لك انا نعاود نخدمها هذه الدار ما شاء الله ما شاء الله اي عندي كوفري حاجه اخرى اي مدام نخليك تفتحي هذا الباب انتيا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي راني صباح العشيه واللي وليدي لعندي ان شاء الله وكا عندي الدار خلاص الحمد لله انا والله ما نبكي مدام باسكو دموع اللي بكيتهم النهار الاول انا مانيش حاب نبكيهم دوكا وما كان علاه نبكيهم وما كان علاه تبكي دوكا خلونا نفرح خلونا من الفرحه خلونا من الفرحه عامل لك البنات الصغار واسمها مايا و هذا ما يشتهوش راهم يشوفوا فيك من فوق مدام راهم يشوفوا فيك مدام
قلتي لي نخرج طبيبه راح تخرج لي بركه الجنه انتي. خلونا نفرحوا الله يرحم والديكم. ان شاء الله يكون الله. خلنا نحكيو شويه. هذا يا ريتشوسي تاع كيما يقولوا اسباس جور تاع نهار، كيجيو كيجيو الاخر الجيران كيجيو الفاميليا كيجيو، هذا تاع اسباس جور درنا لهم من صلب نتاعهم من هنا. الله يبارك ربي يرزقكم خويا العزيز حبيبنا فارس فرومبي وصحابو كاع. ما شاء الله سفيان درع بن خدة تاني هو اللي عطانا كاع لو سانيتير كلش. هذا الماء بالشباب، هذا شوف الماء بالشباب. الله يبارك فيك، يعطيهم الصحة اخويا، يعطيهم الصحة ان شاء الله. ربي اللي سخر وربي رزاق، وناس ميرابو فحولة، ناس ميرابو، ناس اللي يزوزوا فحولة، قال لك رانا هنا نديروا لك دو دال. يعطيهم الصحة والله، يعطيهم الصحة. ديكوفرينا في 24 اور، درنا دالا 24 اور ديكوفريناها، تأمن. يا وتشوفوا واش كاين الفوق. هيا اوني با، بسم الله نطلعوا الفوق. اروحوا مدام، كاين اربع بيبان، وحده ثلاثة أربعة. نبدأ جبنا ربي بهذا الباب، إن شاء الله باب راح تحلكم على أفنير شباب وعلى مستقبل شباب إن شاء الله. هذا المستقبل اللي تمنيته لكم من كل أعماقي، والشعب الجزائري تمناه لكم. روحي مدى. الله يبارك لا استعنى لك هكذا. كل فلاح. الله يبارك يعطيكم الصحة، ربي يعطيكم ما تمنوا إن شاء الله. ربي يعطيكم ما تمنوا إن شاء الله. الغينة في القلوب خويا، الغينة هنا في المخ، ولا هادو هادي كماليات برك. حاجة اللي جامي درناها في حياتنا في وقت اللي تفليت، ما في ايام اللي تفيد، درنا لكم انستالوبا نتاعكم. هذه الصال دو بان تاعكم تاع محمد. الله يبارك. الصال دو بان تاعك مدام. الله يبارك. دوش ايطاليان، الماء يدخل ديريكتومون ليها، ما يجينيكم حتى حاجه. الله يبارك. تجي نخدم عيان الله سخون. Thank you.
يعطيهم الصحه الناس ميرابو. هادو مدام الناس ميرابو حاكم بلوتوت ولا ناصر خليفاتي ولا كريم الفار ولا نقول لكم حاجه هادو بلا عيدك ولا وخوتي هادو يعطيهم الصحه الله يبارك ما شاء الله عليهم. هيا مدام راح تريحينا تماكم الله يبارك الله يبارك الحمد لله رجعتنا الفرحة لقلوبنا ناعم فتحت البيبان ربي بيبان الخير خويا ناعم واش قلت هذا الخير ربي اللي عطاه شامل صح هذا الخير ربي اللي عطاه الله يبارك ربي اللي رزقكم وربي لي لي, لي ربي يسخر لا يبارك ربي لي يسخر خويا عزيز ان شاء الله ما راحش نقول لكم تنساو واش صرا هو يخف صح عندكم صح عندكم اون تيراس تخرجكم ديريكت هذاك ما امنش الله يبارك الله يبارك الله يبارك وهاد البيبان هادوما جاو من تيبازا من تاكاسر بعتهم لنا شاكيب دبل فيتراج ما تسمع والو واش كاين داخل ولا برا ما تسمع والو ريان ريان عندهم تاني معايا تنغلق تحل وحده برك هكذا والله ما شتاش مي وقفوا معنا هاد الزوج هادو رجال هادو رجال فري رجال هادو يعطيهم الصحة هادو راهم كي خاوتي وتاكل عليها عندنا تاكل عليها خاوتي وما تخافش والله غير تاكل عليها قول عندنا خاوتي وما تخافش عاشور حوسنا عليه ما لقيناش مي تاني وقف مي هدايا وهدايا يعطيهم لازم تسلم عليهم هذوما لازم ماشي غير يعطيك الصحة خويا هذا يحيى ربي يعطيكم ما تتمناو ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرحكم ان شاء الله انتم احسن وقوف وقفوا احسن وقوف احسن وقوف هاد الناس هذوما هذا مرضتو هذا يعطيهم الصحة هذا سكنت له في مخه ربي يعطي ما يتمنى ان شاء الله ما يزعب كي يقول ما تكسرش قراصك على بالي واش هذا على بالي بلي خليتهم اللور مالكري رحت خليت مورايا قلبهم حنين راهم كي خاوت على بالك والله غنحبهم الله يفيهم انت ان شاء الله يا ربي مزوج تهلاي فيه ان شاء الله يا ربي تهلاي فيه ان شاء الله ماشي مزوج تهلاي لي فيه ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يفرحوا ان شاء الله تاني ربي يفرح بالدريه صالحه ان شاء الله ربيهم احسن تربيه كيما انت هو تاني تربي ان شاء الله يعطي له المراه اللي يتمناها الصالحه دير له الدار ان شاء الله يعطيكم الصحه لي جن بارك الله فيكم علي اه لا لا ما شاء الله 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 يا اله هذا الرزق من الله سبحانه وان شاء الله وليدكم يعاود يولي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تفرحوا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وليدكم ما نسيناش تاني ما نسيناش مدى حلينا هذا الباب انا نحلها بسم الله الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك ادخل ادخل الله يبارك الله يبارك لو كان راه هنايا تمنيت الفرح معانا على بالنا بلي حبس سبايدر مان
درنا له سبايدر مان، هذا ثاني جا من العزازلة درنا هذا التحفة هذا. يعطيك الصحة هذا. على بكر يوم كرهت عنده قال لي نهار الأربعاء نجيب لي باكونس روحت الدنيا. بالك نهار الأربعاء؟ بالك قالها طفل؟ قالها البراءة؟ إن شاء الله يا ربي. بالك قالها البراءة؟ إن شاء الله يا ربي. بالك؟ باكري فرحت فرحة داعي. كتب لي كومبوت يا مسكين. لكن من نشيد أنا نايم. بنت راح وفصح خصني وليدي. إن شاء الله ربي 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 يقدرنا. إن شاء الله ربي يقدرنا إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. إن شاء الله ربي يقدرنا. كنت منيت لو كان لقيته في الدار هذه. تكمل فرحتي، الفرح معاي، الفرح معانا. هذاك مش كنت نتمنى ندخل الدار نلقى وليدي في الدار. بصح راني فرحت بالدار هذه، بصح وليدي ما راهش معايا، ما كملتش الفرحه تاعي. وليدي ما راهش معايا. نزعف انا. سمحني خويا نايم، والله ما كملت الفرحه تاعي، وليدي ما راهش معايا. بها راني عايشه في الدار هذه، بها راني عايشه في الدنيا هذه. نفرحكم بالك قلت نفرحكم دوك هذه اذا كان صح رانا فرحنا، بصح الفرحه تاعنا ما كملتش نايم. رجع بلاستيك في بلاص، رجع روحك في بلاصتنا. عسى ان تكرهي شيئا وهو خير لكم يا مدام، ونطلع فيها خير كما يقولوا. صح ما نجهلش ما لبالكم شو شربي راهم مخبيكم. كي راهنا حاني جوج بنات، كان عندي العقل صبر، عطاني صبر والعقل نكمل به حتى يخرج وليدي ان شاء الله. مدام والله ما نطيح في الارض. مدام قلتي لي واحد الكلمه واحد النهار، بس كنت عارفك انت يا قويه، كي كنتي تروحي لعنده كان يقول لك لسكو كملتو الدار، الدار مازال ميم با ما بداتش. صح وماشي صح. صح دوكا كي تروحي لعنده واش تقولي له مدام؟ قولوا خلاص الدار خدمت، خلاص عندك شغل الله. تقبل تصوري له وتدي له. قولي له خلاص الدار، وليدي خلاص الدار. مالك يخليها له يتمنى يجي معايا. يقول نجي. يقول لي نجي معاك ماما. يقول نجي. يا إلهي. يقول لي نجي معاك ماما للدار نشوف الدار كيفاش. شكون هو يطبطب؟ أوه هذا واسمه زكريا وهذا واسمه وليد. تمنيت يمكن يطل وليدي ليدو يجي وليدك ويلعب به. هاوليك إكس بوكس تاعو. يعطيك الصحة، ربي يخليك لما عليك إن شاء الله. أنت وخوك، خوك هذا ربي يخليك. هذا مني راهو، وهذا واسمك تا؟ شحال في عمرك؟ 14 سنة. الله يبارك. راح تجوز بيا في هذا العام واقف، وأنت؟ إن شاء الله تربح. وليد. وشحال في عمرك؟ تخرجي من البيت هذا، تخرج من البيت هذا، تجي تريح هنا، تقابل الشناوي باليوم. غلبتهم أنتم واش خليتوك شناوي؟ أقسم بالله غير أنا رابحين. نذكر أنه 25 يوم ما كانت. إن شاء الله يولي لعندي إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. إن شاء الله كل يوم نفرح به. إن شاء الله مدام. إن شاء الله. يولي لعندي. إن شاء الله كيما كيما تشبه جو يقولي. هاكي ضحكتي. زوبيا ما تشبهش جو يقول. هاي على فيح ما تشبهش جو يقول. والله عاقل. هكذا شغل. بول. رايح على عرض كي جو يقول. أكيد حقتي. ولا شكون كاي زوبر هذا شوف 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 هكذا يا رباجي ربح بالرحالة لنا قلت بشر الله عليكم بشر الله عليكم الله يحفظك.
ماشي ايطاليان. هذا الماء هذا يصير ديرا في التما. الله يبارك روحو. نشكروا كل الناس اللي عاونتنا، كل الناس راهم الوف والوف لتحت راهم يسناو فيكم، راهم يسناو تقولوا لهم يعطيكم الصحه. يعني لا مود دي شوز ان نشكرهم مدام، نقول لهم حاجه شابه، وقفوا معنا احسن وقوف. يعطيهم الصحه. راجعوا روح هاي فضلي مدام معنا، نروحوا نشكرهم. يا ناسنا يا سمعين كنا خواتم وفرحين، يا ناسنا يا سمعين صعبنا وفرحين. يعطيكم الصحة كاع اللي جمعنا كاع، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة كاع. عمي قدسنا عمي قدسنا، يعطيكم الصحة والكل يا صحاب ميراب، عطيكم الصحة مليح مليح لجيراني وصحاب ميراب. وقد السنة وقد السنة غير بارتي نسيدو سنة نسيدو يكون ثامور نسيدو سنة هذيك، عطيكم الصحة يكون بدنا كلنا رانا ناخذ الفرحة رسولنا. بصح نحزن روح نتسو لا سني موت انت بصح العبد يا غير خمنا كاكي مي ربي سبحانه يكون نسي وقتي ديال اختي ديال مي سي وقت يا وي بوت. الحمد لله وقد الابتلاء، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مي مازال رزقي مازال عصقي مازال هذي عاش ان شاء الله اديو غلا رغانا ان شاء الله قلا غنو فرح سيس ونك خنوية تصفرح مانا اختار مانا عدل فرح عربو لنا غاطكم الصحة يوك اما ركزها مش مطور غاطكم الصحة عربو لكن مثل ما ذاكي انسي سيكون اهوه ثو سامت ليسونسيات ثو سامت تفدمت فخذ من المجهود نوون اكوني بارك ربي عطيكم الصحة عربو نار الخير نوون اقلي كيد ونوون نار الخير ما يبغى ربي هاد الانسان الطيب وهاد المراه الشجاعه ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. باش يعيشوا واش عاشوا لازم يكون اسمك محمد ولازم تكون اسمك ذهبيه. ما راحش نذكر واش عاشوا ولكن راح نذكر واش المستقبل تاعهم. المستقبل تاعهم هاد الدار، المستقبل تاعهم هو وليدهم، والمستقبل تاعهم ان شاء الله ربي يرزقهم بدريه صالحه اونكور اون فوا. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. هادو هما ناس ميرابو، هادو هما ناس تيزي وزو، هادو هما الجزائريين، هادو هما جاو ناس من كل قطر الوطن، جاو من بوسعاده، جاو من جيجل، جاو من الجي، جاو من بجايه، جاو من كل أرض الوطن لأنه سمعوا النداء تاعكم، لأنه سمعوا الصرخة تاعكم. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. أنا دوك اللي نصفق عليكم، أنا اللي نصفق عليكم، أنا اللي ما شاء الله عليكم. أنتم أنتم اللي أنتم اللي يا أصحاب يا أصحاب ميرابو أعطيك الصحة. أنت مولا عزاز شوف أنت بلاكيس ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. جيت من جيت من من, من عزازقة لهنا وراهم جماعة جماعة لي ماسون، وراهم لي ماسون خويا، وراهم واحد واحد خويا. بارك الله فيك بارك الله فيك رشيد، بارك الله فيك رشيد، الله يعيش الله يعزك. هاد الزوج هاد هو هاد الزوج هما من أروع ما يكون. بارك الله فيكم هذا الانسان طيب الشباب هذا تاني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خير في بلادنا. اوه خويا العزيز هذا الانسان طيب تاني مزيني لهنايا ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله خير في بلادنا خويا العزيز. عمر الله يسترك خويا العزيز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الانسان طيب رشيد اعطينا مليار خويا العزيز اعطينا بارك الله فيك. هذا اول يوم الى اخر يوم عمره ما خطانا، هو اللي جلولني هو اللي خررني. فؤاد خويا العزيز فؤاد بارك الله فيك خويا العزيز بارك الله فيك. هذا انسان طيب ثاني ما شاء الله عليك. البدر ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يعطيكم الصحه. يوسف ما شاء الله عليك خويا العزيز ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. انت انتما ثاني ما شاء الله عليك يعطيك الصحه خويا بارك الله فيك بارك الله فيك الله يعيشكم. هذا رضوان رضوان خويا البلاكيست هذا دنا له نداء
درنا له نداء في فيسبوك وبعثنا ميساج وقالنا بارك الله فيكم يعطيك الصحة خويا الله يسترك الله يسترك الله يسترك صحاب البي في سي الله يعيش خويا العزيز بارك الله فيك صحاب البي في سي خويا ميرسي بوكو خويا العزيز انت ما نعرفش شكون انت وين كنت معاه هاي مليح هادوما خويا هادوما الهلال الاحمر هادوما الشجعان انت وانا بارك الله فيكم بارك الله فيكم كامل كيما راكم تعبناكم ثم تعبناكم كرسوا له استعمل قلع بارك الله فيكم بارك الله فيكم ما شاء الله عليكم حبيبي اروح خويا العزيز اروح خويا العزيز لا لا خويا ما بكيتش خويا العزيز ما بكيتش خويا العزيز يا عمر يعطيك الصحة خويا يعطيك الصحة يعطيك الصحة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك نحبك ماما انا نحبك خويا العزيز ماما انا نحبك خويا العزيز ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك حبيبي العزيز ما شاء الله عليك رفيق الله يسترك خويا ما شاء الله عليك 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 ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم كشافكن مستعد هلا جواجلا استعر بك خويا العزيز الله يسترك الله يسترك هم صحاب الكشافه بارك الله وراه القائد شكون القائد القائد خويا العزيز قلت لي بلي عندك عفسه ديرها روح هاوليك خويا فارس ما شاء الله عليك خويا العزيز ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك خويا العزيز البلومبي تاعنا تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله عايز نتوحشوك والله غير ما نتوحشوك خويا العزيز ما نتوحشوك ما شاء الله اروحوا انتم الزوج نخليوا هاد الزوج الاخرانيين ناس ميرابو ناس ميرابو نخليوكم هاد الزوج امانه هاد الزوج ماشي نعيم سلطاني ولا واحد اللي دار هاد الدار داروها هاد الزوج اللي عيناهم ومرضناهم وقلقناهم وسكننا في مخهم جمال ميرابتي وياسين خليفاتي اعطونا تصفيقه حاره عليهم حاشاك خويا العزيز هذا الانسان طيب نهار الاول اللي شفتو تلاقيت معاه في لوطور تقريب قلبها علينا حبس صوني حبس قال لي كاش ما خصكم ميرابو راني هنايا خصنا بزاف عفسه فايس ميرابو وهو ما شاء الله عليك نهار الاولاني اللي تلاقيت معاه ما كانش عنده سنان دوكا ركب السنان عندي كادو ليه خويا العزيز عندي كادو ليه هاك خويا العزيز صحيح حبيبي حسن اعطيني يدك خويا العزيز داتاني لي زوم خويا العزيز داتاني لي زوم حس شكرا خويا العزيز شكرا 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 خويا العزيز وقفتوا معنا احسن وقوف تلقى الخير ان شاء الله ربي يعوض لكم بالخير ان شاء الله ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم هذا الانسان طيب ثاني هذا الانسان طيب شوف يجيك من بجايه يجيك من من من, من الجزائر هو ب 19 الكتريسيان كيشف هذاك النداء قال لك والله واحد ما يتوش الكتريسيتي خويا العزيز تبارك الله عليك رياض جميع وين نروحوا يتبعنا حتى العنابه وجانا بلامزي لا شكرا على واجب خويا خويا العزيز ربي يقدرك على فعل الخير ان شاء الله وان شاء الله ماشي الخرانيه ان شاء الله ان شاء الله ماشي مازال خير في بلادنا خويا العزيز كانت هذه مغامره منا من بلدية درع بن خدا وما يسمى ميرابو كانوا مع هاد الناس مع هاد الشبيبه نساو رجال وقفوا معنا احسن وقوف وقفوا مع هاد العائله احسن وقوف هذا هو الجزائري اللي معروف بروح الاخوه هذا هو الجزائري اللي معروف بروح التضامن انتم الى راكم عايشين في مثل هذه الحاله ما عليكم غير اتصلوا بنا واللي كتب له ربي نعقولها ونعاودها ونعاودها اللي كتب له ربي يجوز ماشي نعيم سلطاني اللي يرزق وماشي هاد الناس اللي يرزق هاد الناس سخرهم ربي واللي يحبوا ربي يسخروا باش يدير الخير انتم اصحاب مؤسسات اصحاب مهن بلاكيست بلومبي ماسون مانوفر كشافة كرواسون روج ما عندكش مهنة مرحبا بك مرحبا بك انتم إذا أصحاب المال ربي يزيد لكم ديروا الخير سرا معليش ديروا الخير جهرا راح تكون قدوة حسنة لكن دير الخير فقط شوفوا في هاد الناس هاد الناس راهم محتاجين لكم احنا رانا محتاجين لكم شوفوا فينا وشوفوا لهاد الناس هذا ماهوش خيركم انتم هذا خير الله ربي اللي يرزقكم نتلاقاو المرة الجاية في منطقة واحدة أخرى من هذا الوطن الحبيب اللي ما عندناش غيره إلى ذلكم الحين تهلاو في رواحتكم وما زال خير في بلادنا ما زال الخير في بلادنا ما زال الخير هنا في عبادنا ما زالت ناس راهي الشدة ما تنام في وقت الشدة
هذا هو الجزائري يكون شاب ولا شابه ديما تلقاه واقف ديما حاضر وقت الشده في وقت المحنه تما وين الصح يبان كي نتعاونوا كي الاحباب يروحوا كل الصعوبات اليد في اليد اليوم كل واحد راح يساهم اليد في اليد ما من صعيب يولي ساهم اليد في اليد نمدوا وش كان في قلبنا اليد في اليد خطك مازال الخير مازال الخير في بلادنا مازال الخير هنا في عبادنا.